ماذا لو كان أصحاب نظريتي أن الأرض مسطحة على حق، وكانت الأرض في الواقع مسطحة؟ كيف ستعمل الجاذبية؟ هل ستظل لدينا مناطق زمنية؟ هل ستتغير الفصول؟ هل ستكون ظروف الحياة هنا على الأرض موجودة أصلاً؟ هذه ماذا لو؟ وهذا ما سيحدث لو كانت الأرض مسطحة. قبل كل شيء، انسى السير إلى حافة الأرض. ببساطة، لن تسمح لك الجاذبية. مهلاً، هل الجاذبية ممكنة على الأرض المسطحة؟ الجواب هو نعم. إن قوة الجاذبية هي ما يحافظ على تماسك كوكبنا أو أي كوكب آخر. إنها ما يشكل الكوكب في المقام الأول. في حالة أن الأرض كانت على شكل فطيرة، ستجذبك قوة الجاذبية إلى المركز، وستصبح أقوى عندما تحاول الابتعاد عنها، وستسحب الجزء العلوي من جسمك للخلف. ستشعر كما لو كنت تتسلق تلا كأنه يزداد انحدارا وانحدارا وانحدارا. بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى الحافة، سيصبح أسفلك وخلفك في نفس الاتجاه. ماذا عن امتصاص الماء إلى مركز الأرض؟ أم أشجار قطرية تنمو في الاتجاه المعاكس لجاذبية الجاذبية؟ ثم هناك الشمس، كيف تتصرف الأرض المسطحة في الفضاء؟ تقول إحدى نظريات الأرض المسطحة أن الشمس تدور حول الأرض وليس العكس. ماذا لو دارت الشمس حول الأرض تماما كما يفعل القمر؟ في هذه الحالة لن تعاني أبدا من اضطرابات الرحلات الجوية الطويلة، حيث لن يكون هناك شيء مثل المناطق الزمنية. سوف تضيء الشمس الجزء العلوي والسفلي من الكوكب، هذا يعني ضوءا ثابتا. لا توجد دورة نهارية وليلية، وأيضا لا توجد فصول أو كسوف الشمس. يجب أن تكون الشمس نفسها أصغر بكثير، وإلا فأنها ستحرق الأرض. ومن المحتمل أن يتصحر الكوكب على أي حال، حيث لن يكون هناك مجال مغناطيسي أرضي لحماية الأرض من إشعاعات الشمس. يتم إنشاء المجال المغناطيسي الأرضي في اللب الصلب للأرض، ويمنع الغلاف الجوي من الهروب. بدونها ستقصف الأشعة الكونية أجسادنا، مسببة أمراضا كثيرة كالسرطان وتلف الحمض النووي. سوف تهرب المحيطات إلى الفضاء، وكذلك الهواء وكل الأكسجين لدينا. ولكن لنفترض أن الأرض المسطحة لديها بديل لمجالنا المغناطيسي. بهذه الطريقة سنظل على قيد الحياة لنلاحظ بعض تأثيرات الأرض المسطحة الغريبة، مثل ظلك. لنفترض أن لديك صديقا بنفس طولك، وأنه يعيش على بعد 1000 ميل. في يوم مشمس ستكون ظلالكم بنفس الطول، لأنه على عكس ما يحدث هنا على الأرض الكروية، ستضرب أشعة الشمس كلاكما بنفس الزاوية. وإذا التقيتما أنتما الاثنان، فسيكون السفر مختلفا تماما في مثل هذا العالم. لنأخذ خريطة مقدمة من المجتمع الذي يعتبر أن الأرض مسطحة، الذي يظهر القطب الشمالي في المركز والقارة القطبية الجنوبية على أنها جدار جليدي حول الحواف. في مثل هذا العالم سوف يستغرق الأمر 32 ساعة للطيران من استراليا إلى أمريكا الجنوبية. مهلا، هل ذكرنا أنه لن يكون هناك GPS؟ ولن تكون الأقمار الصناعية قادرة على الدوران حول الأرض المسطحة، مما يترك البشرية بلا إبحار ولا وقت متزامن. وهذا يعني عدم وجود أجهزة صراف آلي، ولا بطاقات ائتمان، ولا معاملات بيع عالية السرعة. ولكن على الجانب المشرق، مع زوج جيد من المناظير، يمكنك رؤية برج خليفة في دبي من أي جزء من سطح العالم. ولكن لنكن صادقين، لست بحاجة إلى بناء صاروخ خاص بك لإثبات أن الأرض غير مسطحة. الدليل في كل مكان من حولك.